أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية على أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، نظرا لدوره في التحول المؤسسي للمنشآت الصحية لتكون تحت إدارة جهة واحدة، مما يضمن توفير رعاية صحية بمعايير موحدة ومطابقة لمعايير الجودة العالمية. المزيد عن القانون الجديد في التقرير التالي. قانون للتأمين الصحي الجديد يمثل تطبيقه والعمل به حلما يراود الكثير من المصريين ممن يعانون الأمراض المزمنة. هذا القانون يأتي مع الإعلان عن التحويل المؤسسي للمنشآت الصحية من الجهات التابعة لها بوزارة الصحة والسكان إلى جهة واحدة وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية. سوف تختص هذه الهيئة بعمليات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية في البلاد، إضافة إلى ضبط الرعاية الصحية المتكاملة وتنظيمها وتقديم خدماتها للمنتفعين من خلال تلك المنشآت، وتأهيلها للحصول على درجات التسجيل والاعتماد ومطابقتها لأعلى المعايير العالمية. الحكومة أعلنت أن مشروع التأمين الصحي الجديد سوف يطبق بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية في عموم المحافظات المصرية. مجلس النواب بدوره سيبحث هذا الأسبوع مشروع الشراكة بين صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات في مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك من أجل تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر. هذا وقد أطلقت وزارة الصحة المصرية حملة شاملة بداية من الشهر الكريم رمضان، وتهدف هذه الحملة للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الجديد. ومع طموح المشروع الضخم يتخوف بعض الخبراء من صعوبة تطبيقه، وخاصة مع وجود الكثير من الأطراف والمناطق المترامية في مصر، وهي تلك التي تفتقر في الأساس لبنية تحتية من طرق أو مواصلات تمكن المريض من الانتقال للمستشفيات، فضلا عن عدم وضوح القانون بشأن تقديم العلاج للأمراض المزمنة سواء في المخ أو الدم أو الكبد أو غيرها من الأمراض، وهي التي يتطلب علاجها تكلفة مادية عالية. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة سابقا. أهلا بك معايا دكتور مصطفى. ونبدأ من أهلا يا فهمي. ونبدأ من الحملة اللي أطلقتها وصل في بداية شهر رمضان، حملة شامل للتوعية بقانون التأمين الصحي الجديد. يعني بشكل عام دكتور مصطفى، أي تقييمك لهذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعزيز السلام على حضرتك ولجميع السادة المشاهدين. هو واضح فعلا ان وجود تلك الحمله كنوع من الدعايه الحكوميه اللي هي بتعمل طنطنه اعلاميه، لكن في نفس الوقت الواقع مع الاسف لا يتمشى مع كل تلك الدعايه، بدليل ان عندنا حتى الان قانون التامين الصحي رقم 2 سنه 2018 صدر من دلوقتي من 4 سنين، بدأ يتطبق في بورسعيد من 3 سنين، وحتى الآن لم يخرج عن بورسعيد وأسوان والأقصر، يعني لا يزيد عن يمكن 2 أو 3% فقط من سكان مصر. والحاجة الأغرب إن المواطنين في تلك الأماكن ما زالوا بيشتكوا، يعني لم يشمل جميع السكان في كل تلك المحافظات، فقط الموظفون العمال لم يدخلوا حتى الآن، معظم الأعمال الحرة لم تدخل حتى الآن، يوجد قصور واضح جدا في الخدمات وفي الإمكانيات من شكاوى متكرره من الاهالي في تلك المناطق. وبالتالي لو قلنا ان هو وصل حتى الان بعد 3 سنين او بعد 4 سنين من اصداره الى 4% من السكان، فكيف سوف يستكمل 15% باقي السكان في خلال 15 سنه؟ هذا واضح انه يوجد نوع من التباطؤ الشديد في هذا القانون، ويعني واضح ان هي الدعايه تلك الدعايه الاعلاميه للتغطيه او للتجميل فقط دون واقع عملي. طب دكتور مصطفى، بيقولوا ان الانتهاء من المرحله الاولى للمحافظات، المرحله الاولى هيكون في يونيو، هل بتتوقع فعلا ان يتم الانتهاء منها بشكل كامل في يونيو ويضم 85% من المواطنين الموجودين فيها، ان لم يكن 100% يعني زي ما المتوقع من المواطنين الموجودين في هذه المناطق بيونيو، بحلول شهر يونيو، يعني كمان شهر ونص تقريبا؟ هو الحمد لله سلمى، اي مشروع صحي بيحتاج الى تمويل او الى ديمومه التمويل او استمراريه التمويل. مشروع التامين الصحي صدر بدون دراسه جدوى اساسا، ويمكن ده الكلام اللي قاله الدكتور معيط من في العام الماضي، قال انه بيحاول يعمل دراسه اكتواريه جديده للمشروع، وبيحاول يعمل قانون جديد للمشروع. وبدات مصر تطلب قروض اجنبيه
لتمويل المشروع ما هي اللي يبقى تم التمويل المصري. الموافقة يا دكتور مصطفى على القروض الأجنبية، كلنا متذكرين لما مجلس النواب اجتمع ووافق على قرض البنك الدولي بالفعل، وبعدها عرفنا أيضا على شراكة جديدة مع جهات في اليابان وعلى دعم فني ودعم نقدي أيضا جديد إلى المشروع. كل الدعم النقدي ده ومش كفاية لسه المشروع يقف على رجله؟ دي الحقيقة النقطة اللي محتاجة فعلا نتكلم فيها، إن كان عندنا في يوم 13 يونيو الماضي 2021 حصل برنامج الشراكة مع فرنسا، وفرنسا إدت لمصر قرض 120 مليون يورو، يعني حوالي 3 مليار جنيه مصري. بعدها في سبتمبر عمل اتفاقية الشراكة، بعدها في اكتوبر قالوا موضوع 400 مليون دولار اللي هو الامريكي، يعني حوالي 8 مليار جنيه مصري، وصلوا فعلا في شهر فبراير الماضي. لكن في نفس التوقيت في شهر فبراير الماضي مع وصول كل تلك القروض فوجئنا دكتور محمد معيط وزير الماليه بيتكلم على ما فكره انشاء شركه قابضه في التامين الصحي وفكره توزيع الشراكه مع القطاع الخاص. يبقى ازاي انا بطلب تمويل اجنبي وفي نفس الوقت بتكلم على فكره تحويل التامين الصحي الى خصخصه؟ نفس القانون اللي صدر في عام 2007، وكان وقتها الدكتور معيط هو مساعد وزير الماليه ايام حسني مبارك، وبعدها القانون تم الغائه بحكم محكمه في 2009. فالدكتور معيط حاليا بيحاول يكرر الموضوع تاني ويدخل التامين الصحي في شركه قابضه ويحول لها من قانون من خدمي الى شركه اقتصاديه هادفه للربح، وده بالتالي هينعكس على المواطن المصري ويزيد من الاعباء الماليه على المواطن. الحقيقه النقطه في منتهى الخطوره. الحاجه الثانيه ان مثلا هو بيقول النهارده انه بيعمل شراكه مع فرنسا، في حين ان كان عندنا في العام الماضي كان في كلام من عام 2019، يعني من 3 سنين، كان في كلام مع بريطانيا، وكانت وزيره الصحه بتتكلم على بريطانيا وسافرت وشكل السفير البريطاني، لان بريطانيا هي الدوله رقم واحد في التامين الصحي على مستوى العالم. فلماذا لا التخلي عن بريطانيا والتوجه الى فرنسا؟ هذا امر ايضا مثير للغرابه. فواضح فعلا ان لا توجد خطه، لا توجد برمجه، يوجد نوع من العشوائيه يا اما في التخطيط او في التنفيذ. وفي النهايه هتتحول التامين الصحي زي ما شفنا في بورسعيد مثلا، ان جميع المستشفيات خصخصه، يعني مستشفى الزهور مع شركه ابارك كابيتال الاماراتيه، مستشفى التضامن مع دار الفؤاد، مستشفى المغربي خدت مستشفى الرمد. فبالتالي لا يوجد انشاء للبنيه التحتيه، حتى تخططت في التقرير الجميل الرائع اللي في المقدمه، فعلا لا توجد بنيه تحتيه للمستشفيات والامكانيات. والحاجه الاخطر اللي الاطباء، كان طلع عندنا امس فقط تقرير من النقابه العامه للاطباء بالارقام، من ارقام جهاز مركزي المحاسبات، بتقول مصر خلاص ما عادش فيها دكاتره. حصل عندنا هجره الدكاتره 11400 طبيب في ال3 سنين الاخرانيين. فهي الحاجه عندنا المعضله اللي توجد برمجه واضحه، اه يوجد دعايه اعلاميه ايوه، توجد تنظيم اعلاميه ايوه، لكن الواقع الفعلي ان يوجد تدهور في الرعايه الصحيه والمواطن يصل الى حقه الكامل رغم كل القروض ورغم كل تلك الشراكات مع هيئات اجنبيه او هيئات طب ايه اولاد الحل محليه. دلوقتي يا دكتور مصطفى؟ لان يعني لا اخفي عليك سرا بصراحه، المواطن اللي حضرتك بتحكي عنه كان عنده امل كبير وكان متفائل الحقيقه بمنظومه التامين الصحي الشامل الجديده، لكن الحل الان في اللي حضرتك بتحكي عليه ده ايه؟ الحل هو رفع الموازنة الحكومية للصحة. هذا العام الموازنة الحكومية للصحة بخصوص نعم الصحة وحدها 107 مليار جنيه مصري، نعم ما يعادل 1.4% فقط من إجمالي الناتج المحلي. فرنسا مثلا داخل معها شراكة النهاردة بتصرف على الصحة 12.4% من إجمالي الناتج المحلي، بريطانيا 9%، فزي مصر 1.4%. بتتكلم عن الخدمه الصحيه، ولابد الانفاق الحكومي مهما اتكلمت يعني المعايير العلميه كلها بتتكلم على الانفاق الحكومي. ايوه القطاع الخاص مهم، الشراكه مهمه، التبادل المنافع مهمه، لكن لابد من وجود انفاق حكومي حقيقي على الصحه. لما اقول ان اجمالي الانفاق العام على الصحه هذا العام انخفض الى 4.5% من اجمالي الانفاق العام، بجد ان هذا المبلغ 70% منه من جيوب المواطنين، 30% فقط انفاق حكومي اللي هو 1.4%. يبقى اذا الهدف الاساسي حتى يتم عندنا الديمومه والاستمراريه وخدمه صحيه جيده ان يتم رفع مستحقات الصحه في الموازنه الصحه كصحه. ما يقوليش ان انا بستوفي نعم الاجراءات الدستوريه وجامع الصحه على القوات المسلحه على الشرطه على الهيئات الخاصه على المستشفيات مش عارف ايه، يقول احنا جايبنا 275 مليار، الصحه اللي نبقى فقط 107 مليار
1.4% المتوسط العالمي حسب منظمة الصحة العالمية 9% على الأقل. يبقى إذن مصر تخالف تعليمات الصحة العالمية ولا تعتمد الموازنة الحكومية المطلوبة من خزانة الدولة للصحة حتى يتم استكمال كل تلك المشروعات الصحية. وصلت فبيقولوا مثلا رسالتك نعمل الحقيقة دكتور مصطفى، شكرا لك. وصلت واضحة وشديدة، ونتمنى المسؤولين فعلا يستمعوا إليها. بنشكرك، كنت معنا من لندن الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة سابقا.